بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا التقرب، التقرب إلى الصالحين أو الأنبياء أو الأصنام أو الشمس والقمر، التقرب بهم بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالطواف بهم، كل هذا محض حق الله. لا يصبح نصره من شيء لغير الله، فمن صره من شيء لغير الله فقد أشرك. ولو عبد الله، ولو عبد الله كثيرا ما تنفع عبادته لله. إذا كان يعبد الله ويعبد غيره ويدعو مع الله غيره ما تنفع، تفسد العبادة، تفسد عبادته لله، لأنه أشرك. إذا كان يتصدق ويصوم ويصلي ويحج لكن يدعو غير الله، دعاؤه لغير الله أفسد عبادته وانتقضت عبادته. كما أن الإنسان يتطهر وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج منه ريح أو بول غائط فطر الطهارة، فكذلك إذا كان يعبد الله يصلي ويصوم ويتصدق ثم أشرك بالله دعا غير الله وذبح لغير الله فطرت العبادة، انتقضت، انتقضت وصار من الوثن، صار وثني بعد أن كان موحد، صار وثني من أهل الأوثان. ولو كان يعبد الله ولو كان يصلي ولو كان يصوم، لا بد من إخلاص الدين لله، لا بد من صرف العبادة لله. نعم، فهذا التقرب هو محض حق الله، التقرب لغير الله بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ويذبح لها وينذر لها، هذا هو حق الله. إذا صرف شيئا منه لغير الله بطل عمله وحبط عمله، جميع عمله مهما كان، ولا يفعه عبادته لله حتى يتوب من هذا الشرك وهذا التقرب لغير الله. نعم.